بالنسبة للغدة الترقية كان عندنا جوج ديال الحالات، يا إما الحالة ديال الخمول ويا إما الحالة ديال النشاط. شنو هو الفرق ما بيناتهم؟ الفرق هو أن الغدة اللي كتكون نشيطة بحال واحد الإنسان اللي راكب في الطوموبيل ودير دوزيام ومرك، شنو كيوقع؟ كتولي كتحرق سميتو الغازوال، ولكن الطوموبيل ما كتفوت الا ما كتمشي الا بثلاث، ولكن الحريق كيكون في المستوى. داكشي علاش كتشوف الانسان اللي عنده الغده نشيطه كيضعف، كيحرق بواحد السرعه لا تتصور، كما هذاك السيد اللي مرك على دوزيام وباغي يجري ب 120 بدوزيام. الغده الخامله هذا العكس عاوتاني شنو كيكون؟ والسيد داير سيزيام وغادي ب 20، هنا غادي داير فيتا سيزيام وغادي ب 20، الوزن كيتزاد. اوكي، فلا في هذه الحاله ولا في هذه الحاله، السبب كيرجع الى انه كاين هناك واحد المشكل، يا اما عندي مشكل في الغده او لا عندي مشكل من لا غلاند بيتيوتير اللي كاين عندنا في الدماغ ديالنا. لي دو شنو تيقول لك؟ حنا مستعدين نشتغلوا. اولا سدوا لي هذيك الدخله ديال الباب ما يدخل ليش نابورت كوا بالطريقه اللي تكلمنا عليها قبل قليل. ثانيا ما بين الاشياء اللي مهمه اللي خصنا نعطيوها للغده الترقيه كاينه لا سبيرولين وكاين المورينزي وكاين فيت الريشي. اول حاجه كيبداو بها الناس ديال الغده الترقيه وهي لا سبيرولين، لان كاين اللي الا خدا لا سبيرولين كتخنقو، الا خدا لا سبيرولين كيبدا يحك، الا خدا لا سبيرولين كيبدا نشرف لو قدركم يقدر يتقيه تجي دياري تجي كونسيباسيون. هذا هو اللي يحبس، ولكن ماشي يقول لك من الاول ما ناخذهاش، تيقول لك الغده الترقيه ما مزيانش ليها سميتو. لا، انا سورتو 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 لا سبيرولين في كل شيء كنجربها هي الاولى. علاش؟ لان الى الجسم ديالي قبل ليا لا سبيرولين كنعرف بانه غادي يمشي ليا الخليه ديال الكبده ديالي ويصلحها، الخليه ديال لا تيغويد ويصلحها. فإلا مشى ليا الخليه وصلحها انا هو اللي غنكون مستفيد في الاخير، الخلايا ديال لا تيغويد غادي تولي ليا يعني رجعت العمل ديالها، رجعت البناء ديالها، رجعت الهندسه الخارجيه والداخليه ديالها، اذا حتى الفيزيولوجيه ديالها غادي تولي مزيانه وغيوليو تنتجوا ليا لي زورمون اللي كتنتجهم ليا الغده الترقيه وكنولي انسان عادي. كتقول لك اودي الا بغيتي نخدم معك مزيان جيب ليا شويه ديال اليود. واليود منين غادي ناخذو؟ يا اما كناخذو من لو كلب، لو كلب واحد النوع من انواع ديال لي زالك الطحالب، ولا كناخذهم من الفيكوس حتى هو نوع من انواع ديال الطحالب، ولا كناخذ من الاسماك البحريه او لا لي فروي دو مير، هادو حتى هما كيكونوا غنيين باليود. دونك في الوقيته اللي كناخذ اليود زائد الملح ديال الهيمالايا زائد الثلاثي اللي تكلمنا عليه زائد جوج وجبات في النهار بالطريقه اللي تكلمنا عليهم قبل قليل، باذن الله الغده الترقيه كنشوف بان الاداء ديالها والتحسن ديالها كيكون في المستوى العالي. بالنسبه للوزن احنا تكلمنا عليه، الوزن كنبداو بالصيام ديال 3 ايام، الوزن كنكملوه بالشرب ديال الشوربه ليكيد، شوربه سيمي ليكيد وشوربه فيسكوز، شوربه سائله وشوربه شويه وشوربه ثقيله، وعاد كندخل الماكله ديالي. ولما كندخل الماكله ديالي كندير جوج الوجبات في النهار وكنبقى نكحز 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 تنخلي وجبه وحده في النهار، ولا بقيت كناخذ ديك الوجبه وحده في النهار ناكل اللي بغيت وبالكم اللي بغيت، فهمتي؟ ناكل اللي بغيت وبالكم اللي بغيت، بمعنى ان نشبع كرشي ولكن 24 ساعه ما ناكل، كانوا نعطيها غير الماء. اشنو كناكل؟ كناكل التوقيت مهم، سؤال مهم. كاين جوج ديال الانواع ديال الناس، الا خديتي اللحم في الليل وما تهضم لكش
انت من الناس ديال كما كيقولوا الناس ديال النهار، بمعنى الماكله ديالك غتبقى تاخذها مع ما بين 12 و2، ولا كنتي كتهضم اللحم بالليل الماكله ديالك تكون ما بين 6 و8 الليل. اوكي، هادو هما لي كريتير اللي كنخليو عباد الله واش ياكل بالنهار او لا ياكل بالليل. مي جينيرالمون حنا ولفنا على الصيام اللي كنهرسوا فيه الماكله بالليل، بمعنى اننا لا بلوبار ديالنا غتلقاو بانكم كلكم دي او بلس، غالبا مالين او بلس خصهم ياكلوا او التهرس ديال الماكله ديالهم كتكون عندهم مع الليل. اوكي، وبهذه الطريقه كنشوف راسي بانه الاداء ديال وشنو غناكل، الفاكهه، العصير ديال الخضروات، اون سالاد، والطبق ديال اللحم ديالي يكون فيه اللحم وزيت الزيتون او لا لافوكا او لا الشيا وحدهم، يا اما الروز يا اما الكينوا. ولا مشات بهذه الطريقه يوميا كون على اليقين بان غادي تشبع مزيان وغادي تعطي للذات ديالها ما كتحتاجو وغيترفع لها الميتابوليزم، غيبدا تبدا العمليه ديال الحرق والوزن ديالها غادي يبقى يتقاد ان شاء الله.